قانون الأحوال الشخصية مخالف للدستور العراقي. التفريق القانون العراقي حتى المخالعة وإن إنه تنازلت عن كل دورك وما قبلتي قاطعك، اذا اترجاك انه تسمعين كلامي للنهايه. 7000 على راسي اشربيك. نعم. يعني بالتالي هي مصلحه الابوين بهالحاله، مصلحه الاب موجوده انه هو يقدر انه يشوف ابنه، يعني مشاهده نعم مشاهده. انت تقول لي انا اقدر اسافر اخذ ابني واسافر، اقدر اطلع له جواز؟ انا ما اقدر، انا هم امه كأم. انا هم لي حق انه اخذ ابني واسافر به واكتب مثلا التعهد انه مثلا يرجع على مو. نعم، وهذا بموافقه الاب وبوكاله، موافقه الاب. نعم. ووكاله، وكاله اصطحاب حصريا من الاب، ويحدد الدول، يحدد الزاويه. هذا مو غلط استاذ احمد، يعني مو غلط انه اضمن. هذا 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 مو غلط، هاي مصلحه المحظوظ انه يرجع. الماده 47 من قانون رعايه القاصرين، الماده 3 من قانون الاحداث كلها تشير الى الولايه للاب. أنا طبعا أترجاك يعني أستاذ مازن، يعني بديت ما أستوعب يعني نهائيا للأمانة من كثر ما أغنية الإعلام أغنى هذه الموضوعة يعني أكو فد مغالطات عجيبة. يعني أنا إما أرضخ وأقبل بواقع القاعدة القانونية التي فرضت علي وعلى كل العراقيين، قانون اللي هي القانون ساري على الكل على الجميع، أو أرجع لمن الأعراف وتقاليد أو الشريعة. اختاروا لي اختاروا لي. أنا الست من تقول أنه أنا ما أطلع خارج العراق أسافر إلا بإذن الولي، زين أنت مو أكو نص مادة، عدلي لي المادة 102 من قانون المدني، عدلي لي 27 من قانون رعاية القاصرين، عدلي المادة 3 من أنا ولي جبري، أنا ولي جبري، تسلبين الولاية من عندي. الولاية فقها عرفوها الفقهاء هي النصرة، هي النصرة، الولاية هي النصرة والمحبة، وهي تصرف سلطة يمنحها الفقيه المن للولي يتصرف بشؤون غيره. هذه السلطة مو أنا أخذتها، مو أنا كجندري، أنا كزوج، أنا كرجل أخذت هاي السلطة. هاي السلطة أنا جبتها من القانون. نعم. من القانون اللي أنت تؤمنين به. هسه جنابك أنت قلتي إنه القانون مع المرأة ومع الرجل، حسب 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 حقوق الزوجة والزوجة متحفظ بحقوقها. لكن احنا شاهدنا 4 دكاترة بالقانون. نعم. حاصل على شهادة دكتوراه بالقانون مخالف للرئيس تماما. انا ما اخذ برايهم. لا مو تماما استاذ. لا تماما. ما اخذ برايهم راح اخذ برايك انت. يعني واحدة من السيدات حتى نكون منصفين، واحدة من السيدات يمكن الاولى الثانية قالت انه هو عادل بين الطرفين لكن يميل نوعا ما. راح انطي زميلتي مكانة تستحقها هي. راح اني اهدر ما جاء في في في, في كلام 4 دكاتره مع جل احترامي لشهادتهم وسنهم اساتذتي هم. واخذ براي زميلتي. انت اخذتي بان القانون منصف، واكو حالات هنا وهنا تحدث مو على ضوءها المحكمه تتحقق وتجد القرار الحكم المناسب وتسير به. زين ليش من اني اجي اقول اني الولي الجبري وفق نصوص مواد قانونيه انطيت شيها ورجعي لها؟ انا ما عارضه انه انت ولي جبري، انا ما عارضه، انا دا ابين لك مثل ما الام حاضنه. لكن عمليا هو ما يقدر يمارس الولايه. انا ولي جبري ما اشوف ابني، استاذ اشوفه كل 15 يوم، اشوفه ساعه بالمحكمه. بس اسمحي لي، انا ما مضرر، انا استاذ احمد شاب غير متضرر من قانون الاحوال الشخصيه تماما. نعم. ما مضرر، لكن انا دا اشاهد حالات مثل ما زميلتي شاهدها في المحاكم. موضوع المشاهده، منو خلق لي موضوع المشاهده؟ من أين جاءت هذه الظاهرة؟ جاءت هذه الظاهرة من خلال تعديل مجلس قيادة الثورة للمادة 57، خلفت لي فراغ تشريعي، وجدت مشكلة، جو يريد يكحلوها عموها، جابوا لي قرار رقم 6، جيب مادة واحدة يقول المشاهدة تنظم وين؟ في المنظمات المجتمع المدني أو في البحث الاجتماعي وفي أي مكان آخر، فقط هذا هو هاي المشاهدة. زين وين أنت؟ أكو 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 لازم اني اشبع اكو فد غريزه لدى الطفل. اليوم الابن يحتاج من ابوه ويحتاج من امه. نعم. لا يمكن ان يستغني عن احد الطرفين اذا كان ينشا طفل سوي، حتى شخصيته تكمل. نعم. اليوم احنا ليش نقول انه البنيه ممكن تبقى امها لحتى 9 سنوات، حتى لان اكو امور تتعلق بالمراه ما ممكن الرجل يقدر يقوم بها. تفكيرك ذكوري انت هسه يعني تحكي انه انت ما متضرر من القانون الاحوال الشخصيه، بس انت كلش معارضه. نعم. انت ما متضرر، معارضه بسبب عدم عدالته. انت قبل مخالف. ياسد انت قانونيه، قانون على الهواء، على الهواء. نعم. للسلطه التشريعيه وللسلطه القضائيه و للشعب العراقي. قانون الاحوال الشخصيه مخالف للدستور العراقي،
المادة 41 من الدستور تقول العراقيين أحرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم ودياناتهم وينظم ذلك بقانون. خلينا نشوف رأي ست نهى شنو كان عندك رد قبل ما تحول إلى كربلاء أيضا. بس بالنسبة لموضوع حق السكنة يقول أنا على يا أساس أنه أنا ورا ما تطلق أنه أنا أجي أوفر لها بيت. طيب مو هي راحت اللي راحت للمحكمة، أنت جيت طلقتها طلاق تعسفي والمحكمة أنطت حق للزوجة أنه إذا ما يتوفر عندها سكن أنه أنت هاي في حالة الطلاق التعسفي فقط أستاذ أحمد؟ نعم أستاذ بالنسبة للزوجة، الزوجة إذا ما وافقت على التفريق أمام القاضي، القاضي يحكم لها بحق السكنة. طبعا إذا رغبت، قد ما ترغب هي، قد ما ترغب يعني قد تكون ترجع لبيت أهلها بشرط أن يكون العقار للزوج. يعني مو هي مسكنة تيمها، العقار للزوج. احنا أنا من دا أطرح هذا الموضوع مو ضد الزوجة، بالعكس أني أرعاها. لا والله أني أرعاها أوفر لها سكن. ترعاها توفر لها سكن تطلق عليها سكن. ما راح تقبل أي دعوة. ليش تقبل هي دعوة؟ وأنطيها ليش تقبل دعوة ضدك؟ وأنطيها نفقة عدة وأنطيها وفكرتها صحيحة، تقول لك إذا أنت وفرت لها كل هذه ليش تقيم دعوة؟ ليش تقيم يعني دعوة؟ يعني هي انتقام، هي انتقامات صارت؟ ليش أقيم دعوة؟ يعني وليش إنه هي متضررة تتضرر من عنده؟ طبعا أنا من أحكي كلام إنه كقانون دا أقوله، أنا ما دا أقول إنه الزوجة هي كلها صالحة ولا أجيب جانب الزوج كلها صالحة. أنا أحكي على الأكثرية أستاذ مازن. فإن أنا ليش إنه أنا مكرسة حياتي مربي أولاد حياتي كلها، يعني أنا يعني دائما إحنا نقول إنه الزوجة ممكن أن تكون تظلم بعض السيدات المضحية. نعم زين زين ليش أنا أمنع أستخسر بها إنه نفقة ونفقة عدة زين الضرر النفسي وانصر ضرر نفسي وانصر بسرعة شوية أنا ليش نعم الحالة الزوجية قائمة، الحالة الزوجية قائمة وتقييم الزوجة دعوة أثاث. أنتي لمن عندك حسن نية ويا زوج هذا الأثاث مال الزوجية، هو هم هو اشترى لك إياه، هم هو جهزه ليش ما شاء الله، هو هذا اللي يخلي الشباب حتى نقول يعني كل الدعوة أول مثلاً أول مثلاً دعوة أثاث وين حسن نية الموضوع الزوجة كل الدعوة تقيمها في حال إنه قيام الزوجية. يعني أنا دائما من الدعاوى الصعبة على الزوجة وإن كانت بمخالعة يعني تسقط كل الحقوق انه هي ما تقدر انه تحصل شيء. طيب